صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يردد ويقول دائما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم آمين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كم بكى العباد على الخاتمة، لن تخرج الأرواح حتى يسمعوا نغمة ملك الموت بإحدى البشريين، إما أبشر يا ولي الله بالجنة، أو أبشر يا عدو الله بالنار. وأخبركم بما شاهدت بعيني، بل غسلت بيدي، وكما اشترطت لا أبالغ البتة بإذن الله. شاب شاب عمره في 18 من العمر، اتصل علي في وقت الظهيرة: فلان، هل أتيت إلينا إلى المغسلة؟ ولما؟ قالوا: هنا حادث مروري بشع، ويوجد 3 من الشباب ويريدون رابعا معهم يغسل. قلت: ألم تجدوا غيري؟ قالوا: لعلك أن تأتي وتحتسب. فاستعنت بالله وذهبت. دخلت المغسلة: أين أهل الميت؟ قالوا: لم يأتي أحد إلا هذا. فنظرت إلى من أتى وإذا به شاب آخر. قلت: من أنت؟ قال: أنا ابن عمه. قلت: أين أهله؟ قال: أنا أتيت. فدخلت فنظرت إلى الشاب، شاب ضخم الجثة حنطي اللون، ولكن موتته كانت غريبة. فنظرت إليه فقلت لإخواني الذين يغسلون معي: استعنا بالله، شرعنا في الغسيل. يا الله يا الله، كم تعبنا في تغسيله. الصالحون لا يتعب في تغسيلهم، أما الطالحون يتعب حتى في تغسيلهم. إذ بنا نقلبه فرأينا شيئا غريبا، رأينا لونه بدأ يتحول إلى السواد شيئا فشيئا. فقلت لإخواني الذين يغسلون: إخواني في الله، أسرعوا. فأسرعنا ثم حملناه فوضعناه على الكفن. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، ما إن وضعناه على الكفن وإذ برائحة كريهة تخرج منه لا ندري من أين خرجت. رائحة لا تشبهها رائحة المجاري حتى أكرمكم الله. والله ما شممت أنتن منها البتة. خرجنا فرارا من المغسلة، فتحنا الأبواب، خرجنا الذي يكح والذي يخرج ما في بطنه والذي يتألم من الرائحة. ذهبت إلى صاحبه، إلى ابن عمه، قلت له: اتق الله يا فلان، هذا يصلي. قال: ولماذا تسألون؟ قلت: والله لقد خرجت منه رائحة يا أخي، لا نستطيع أن ندخل إلى المغسلة. فنظر إلي وقال: إن شاء الله أنه يصلي. قلت: إنها في ذمتك. قال: إن شاء الله. دخلنا، ما استطعنا أن ندخل، والله ما استطعنا. وإذ بأكبر ناس من يقول: تلثموا وادخلوا، ضعوا الكمامات على وجوهكم وادخلوا. فدخل أحد الأخوة بسرعة يركض لكي يأتي لنا بكمامات. أنا وضعت على أنفي وفمي شماغين 2 وفوق ذلك الكمام. ثم دخلنا مسرعين، ثم فتحنا المراوح والشفاطات، ثم كفناه بسرعة، عطرنا المكان وأخرجناه. قلنا لصاحبه: اذهب به. قال: تصلون عليه؟ قلنا: لا، اذهب به صلي عليه. وأين هذه العلامة السيئة أمامنا؟ ما استطعنا أن نصلي. قلنا: اذهب به. وبعد يومين إذ بهذا الرجل يأتي ويسأل عني: أين الذي سألني عن صلاة ذلك؟ قالوا له: في المكان الفلاني. فأتاني قال: لقد أذنبت ذنبا. قلت: أعرفه، كذبت علينا. قال: يا ليتني كذبت فقط، يا ليتني كذبت فقط. أتعرف يا شيخ كيف مات هذا بهذه اللهجة؟ قالها. أتعرف يا شيخ كيف مات هذا؟ قلت له: وكيف؟ قال: هذا لا يصلي صلاة منذ عرفته، وهذا قبل أن يموت قد فعل جريمة اللواط ولم يغتسل حتى منها، ومات والدخان في يده والأغاني في عربته. يا شيخ أسمعتم؟ أتعرفون لماذا خرجت تلك الرائحة؟
لكي ينضحه الله في الدنيا قبل الآخرة. أنا في القبر وحيد، قد تبرأ الأهل مني، أسلموني ذنوبي، خبت إن لم يعفو عني. إخوتي، أتعلمون لماذا أتكلم عن حسن وسوء الختام؟ أتعلمون لماذا أتكلم عن تلك المشاهد التي أنا رأيتها بنفسي وغيرها أنا عايشتها؟ أتعلمون لما؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند البخاري ومسلم والترمذي، يقول في ذلك الحديث الذي يحرك الأفئدة، ذلك الحديث الذي يدمع العيون حقا: اللهم ثبتنا يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الاستقامة يا أرحم الراحمين. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا على رسولكم، والذي نفسي بيده. تحلف يا رسول الله؟ تقسم يا رسول الله؟ نعم، إنه يقسم، فإن الأمر جلل. اسمعوا: والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يقول سيد العفاني يحفظه الله في سكب العبارات: قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. انتبه للكلام يا عبد الله، انتبه يا أمة الله، ضعوا تحت هذا الكلام 1000 خط. سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. وما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله، وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل، أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيصطدمه الشيطان عند تلك الصدمة، ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله، أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريقه، فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته. انتهى كلامه. لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك حسن الختام يا رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء في الصحيفة 43 و44 بعد 100، مبينا حال الذين يختم لهم بالخاتمة السيئة، يقول رحمه الله: فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه، قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله، وعطل لسانه عن ذكره، وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع؟ وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته، وحشد عليه جميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك؟ فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. سوء الخاتمة هو الذي طيش قلوب الصديقين وحير أفئدتهم في كل حين، ليس لهم في الدنيا راحة، كلما دخلوا سكة من سكك السكون أخرجهم الجزع إلى شارع من شوارع الخوف. يبكي سفيان الثوري طيلة الليل، فلما أصبح قيل له: أكل هذا من الذنوب؟
كل هذا من الذنوب. حينها أخذ أمير المؤمنين في الحديث حفنة من تبن في يده ثم قال: إنما الذنوب كهذه، أي أنا لا أخاف من ذنوبي، فذنوبك هذه قليلة، إذن مما تخاف يا سفيان؟ قال: إنما الذنوب كهذه، إنما هي سوء الختام.